أعزائي المشاهدين نرحب بكم مجددا ونعود للحوار مع ضيوفنا الكرام. دكتور كمال ناصر، قبل أن أذهب إليك في عندنا بعض الملاحظات من الأخوة المشاهدين والمتابعين. حبيب يقول في سؤالنا: كيف تتابع التطورات على المشهد الأردني؟ المواطن أصبح مفاعل نووي، وديروا بالكم من الإشعاعات التي سوف تنبعث منه. فراس الماسي: التطورات بالأردن الحمد لله تمشي خطوة لقدام ومليون خطوة لوراء. أيمن عبر تويتر: على الدولة أن تنزل من برجها العاجي وتخرج قانون انتخاب توافقي حتى لو تأجلت انتخابات الصيف المقبل. معاذ: أبرز التطورات التقدم دائما للخلف في الأردن. حبيب: أي سلطة تشريعية وهي منتخبة من النظام؟ محمد مبيلين: الكل يعرف أن غالب الحكومات مقصرة في عملها، ولكن أعتقد بأن الوضع المادي في الأردن ضعيف كثيرا. دكتور كمال، يعني كنت في الفاصل تتحدث عن قانون الانتخاب وأن هناك شبهة دستورية في قانون الانتخاب. أولا، ما هي هذه الشبهة؟ ثم كيف يمكن أن ندفع الناس للتسجيل بالانتخاب؟ أعتقد السؤال الثاني يمكن أهم السؤال الأول. خلينا بالشبهة لأنه صحيح حتى نقدر يعني منشط فيها. يعني هذا قانون أشبع بحثا وهو قانون يعني غير محبوب، أنا لا أحب هذا القانون يعني. ومعروف آثاره ومضاعفاته التي أوصلتنا إلى هذا المأزق. ما الخلل؟ ما النقطة التي تريد؟ الخلل إنه هذا القانون تم تجزئته، يعني one man one vote one man one vote one value، انتهت one value اللي هي القيمة المتساوية للصوت، مش موجود، يشالوها يعني. هذا أولا. اثنين، هذا القانون لا يمكن أن ينشط العمل السياسي أو يوصلنا إلى عصر ما يسمى الحكومات البرلمانية. هذا مش يعني لا يمكن يكون يعني يعمل على تقوية الأحزاب. هذا القانون لا يتناسب مع مرحلة الإصلاح. ليش؟ يعني بسبب هذه الوزن الصوتي؟ نعم. هذا القانون غير مطبق في أي بلد في العالم ما عدا يقال في بريطانيا، مع فارق انه في بريطانيا من صوت واحد دائره واحده من ثلاث اركان. لا وان مان وان فوت وان فاليو، فاليو عندنا مش موجوده. في فارق بين طبيعه المجتمع الانجليزي عن المجتمع الاردني، وفي فارق باهميه الاحزاب في بريطانيا عن اهميه الاحزاب عندنا. نريد للاحزاب ان تتقدم، نريد للعمل السياسي ان ياخذ الطابع المؤسسي الجماعي. طب انت كنت وزير التنميه السياسيه، كيف تقيم حاله الاحزاب حتى تنهض بالمشروع؟ هناك تقدم ملحوظ بصراحة بالإشعار بأهمية الأحزاب، وانت يعني سن قانون اسمه قانون الأحزاب، وكان جلالة الملك أيضا مهتم بهذا الموضوع، دائما بيقول يعني بخطاباته نريد أحزاب ببرامج، أحزاب وسط، أحزاب يمين، أحزاب يسار، حزب وطني إلى آخره. ولو وجدت هذه الأحزاب لكانت العملية السياسية تسير بانتظام وبإطار مشاركة المواطنين فيها. إحنا نخبنا تبعد عن الأحزاب، نخبنا السياسية تبعد كثير عن الأحزاب. ماذا أنتج هذا القانون؟ وما ذلك أنا بقول أحيانا بس ما حد ليس مهم القانون، المهم كيف تطبق القانون، هذه مسألة كثير مهمة. بس أنا آسف، نوضح هذه الشبهة الدستورية في القانون. يعني أنت نقيب محامين سابق ورجل لك خبرة دستورية. أنا بعطيك نموذج بس سريع. نعم. نموذج سريع. وأنا كنت عضو لجنة حوار وطني. نعم. إحنا وضعنا هناك فئة من الذوات إذا أرادت أن تترشح إلى مجلس النواب زي الوزراء تستقيل، لا، عليها أن تقدم استقالتها قبل في الدستور قبل شهرين من تاريخ الانتخاب. طيب المادة 11 في قانون الانتخاب تقول عليها أن تقدم استقالتها قبل شهرين من تاريخ طلب الاشتراك. في فارق بين تاريخ الانتخاب وتاريخ طلب الاشتراك. أنا عارف ليش الحكاية، إحنا الحكاية هذا النص إحنا تبنيناه في لجنة الحوار، ثم بعد ذلك صارت تعديلات دستورية، ولم تلاحظ الحكومة حين قدمت هذا النص أن ثمة تعديلات دستورية الغفل عنه وعليه أن تتوافق مع الدستور. يعني غفلوا عنه. نعم، هذا النص يجب تعديله بكرة بأنه مشكلة. لو فرضنا الآن معالي أبو عمر وزير قائم على عمله، طب وأراد أن يعني في هذه الحالة، آسف دكتور، هل إذا كان في قضايا في المحكمة الدستورية فيما بعد على ناس رشحوا بهذه الصيغ بهذا اللي تتحدث فيه؟ قد تصل مع أنه يعني لا، مش المحكمة الدستورية لها وظيفة، هي تفسير الدستور. لكن ولها أيضا الطعم الدستوري، لكن بدأ وقت. لماذا كان لا يتم تعديل النص وخلصنا من القصص الدستورية وعدم الدستورية؟ هذه ناحية من ضمن النواحي. الآن إحنا المشكلة كما قلت، نحن في إطار تراكمات قانون الصوت الواحد. هل نستطيع أن نقنع المواطن أن يتجاوز عن سلبيات هذا القانون ويسجل ويشارك ليخفف من سلبيات هذا القانون؟
ونحن الآن طيب. في مرحلة في غاية طيب. الأهمية. شوف معالي أستاذ محمد. يا سيدي أنا بدي أعلق على موضوع الصوت الواحد وأقول إنه يعني المقاطعون الآن ذهبوا للانتخابات على الصوت الواحد بال93 مثلا. طيب. أنت كنت نائب بال93 في هذا المجلس اللي انتخب بالصوت الواحد نعم. لأول مرة. نعم ذهبوا للانتخابات لاحقا مش الصوت مش قانون الصوت الواحد اللي خلاهم يرجعوا للخلف. التزوير ممارسة وعدم ضمان نزاهة الانتخابات. يا سيدي إذا سمحت لي بدي أعطيك أرقام. تفضل. بال89 صارت انتخابات مش على قانون الصوت الواحد ونجحت الناس اللي نجحت نجح قوى تقدمية ويساريين وقوميين وخليط وإسلاميين طبعا ووطنيين وإلى آخره. أخذت الحكومة الثقة 65 من 80 قريب من 111 من 111 على 120 يعني 82-83% وهذه 90-92 مضر بدران حكومة مضر بدران أخذ مضر بدران باشا مضر باشا بدران أخذ 65 من 80 هذا على غير قانون الصوت الواحد. بس مضر بدران قدم مرافعة ممتازة في ذلك الوقت. شو قدمت حكومة سمير فاهم ما اختلف لا بتقارن نفس المستوى يعني لاحقا يا سيدي تقارن نفس المستوى بإيش بين مضر بدران وسمير فاعي؟ لا ما أنا مختلف الحال بدي أحكي عن إيش في الحكومتين. لا بدي أقول لك بال89 أعطوا ثقة أو بعد 89 أعطوا ثقة لمضر بدران 65 من 80. بالبرلمان اللي بعده اللي صار برلمان الثاني عشر 93-97 صارت الانتخابات على الصوت الواحد وأنا كنت في البرلمان أخذ دولة عبد السلام باشا 41 من 80. صحيح والصوت اللي صحيح قصة 41 من 80 يعني إحنا انتخبنا على الصوت الواحد بس ما كناش نواب ألو صوبة. ما كناش نواب ألو ما تعيننا إحنا إحنا قدنا انتخابات وحصلنا على كل صوت بشرف وبنزاهة وبثقة ولذلك لما رحنا على البرلمان الناس كانت مطمئنة على أننا سندافع عن مصالحهم مش عن مصالحنا. يعني بالصوت الواحد أخذ بصعوبة عبد السلام باشا 41 من 80 كان مدير المخابرات مصطفى القيسي جالس تحت القبة ولو كان بإيده يمشي النواب على الألو ما بيجيش تحت القبة كانش في موبايلات ما كانش في موبايلات ممكن صحيح طيب طيب رحمة أبو شاكر جلس تحت القبة صحيح بصعوبة بالغة أقول لك وآخر 3 ساعات من كان في جلبة إنه قبل الثقة بثلاث ساعات أوقفنا العمل ضد الحكومة والمترددين دفعناهم لإعطاء الثقة خشية أن يحل الملك الله يرحمه البرلمان. برلمان صحيح. فيا سيدي مش دائما القانون الصوت الواحد هو عاطل واللي مش صوت واحد كويس. أنا ضربت أمثلة. طيب دكتور كمال يعني في يعني هذه كلها تؤشر إنه كمان يعني الشخصيات ليست أيضا واحدة فيما تحصل عليه من ثقات من قبل البرلمان. يعني الآن حتى مسؤولية النخب يعني كيف تمارس النخب الأردنية دورها في دفع الناس العملية السياسية بشكل أفضل. ما مشكلتنا بالنخب كمان إنها مش مؤطرة في يعني تنظيمات حزبية معظمها يعني وكل شخصية تعتقد أنها تملك الحقيقة. بس خلينا كمان أنا يمكن ما كملتش كلامي عن الوضع السابق عن قانون الصوت الواحد. تفضل. المشكلة كانت فيما مضى مش بس بقانون الصوت الواحد في الدوائر الافتراضية التي فرضت في والتي أساءت أيضا لقانون الصوت الواحد الوهمية أو الافتراضية واللي الحمد لله يعني انتهت وأيضا أضيفت تحسن للقانون طفيف من بطلب أيضا من جلالة الملك اللي هو الدوائر العامة. الآن خلصنا من هذا كله قال لك الأستاذ محمد داودي بدنا نبدأ مرحلة جديدة وقطيعة مع الماضي. طيب إحنا الآن في مرحلة انتخابات أخي مهند. الانتخابات ليست هدف بحد ذاتها. الانتخابات هي وظيفة للوصول إلى المواطن لتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار. وبالتالي إذا ما جاش المواطن إلى الانتخابات ماذا استفدنا؟ الانتخابات موجهة للمواطن والدولة مش علاقة بين الحكومة والمواطن. الانتخابات هي علاقة ما بين الدولة لأنه أنا أريد دولة ديمقراطية أريد حكومات برلمانية أريد وهذا كله الإصلاح وكل هذه الانتخابات للمواطن وبالمواطن. كيف نقنع المواطن بأهمية العملية الانتخابية بغض النظر عن القانون الذي سجري عليه الانتخابات؟ هذه مسألة كثير مهمة. طيب
نعم المقاطعة يعني الآن كيف نفترض إقناع هذه المقاطعة بالتحوى عن موقفها أو الإحفاظ بموقفها؟ تمام إحنا الآن في عمليتين منفصلتين عن بعض، في عملية تسجيل وفي عملية مشاركة، وإحنا كنا نتمنى لو أسعف القانون إنه الحكومة إنه هيئة المستقلة للانتخابات تعتبر أن كل مواطن يحمل بطاقة أحوال مدنية وناخبا. ما هو ماذا تعريف الناخب في قانون هيئة مستقلة وفي قانون الانتخاب؟ كل مواطن أردني يحق له أن ينتخب يعني أعضاء مجلس النواب. ما صار شيء، صار في تسجيل وإحنا الآن نراقب التسجيل ونمضي يعني يوما بيوم. وعملية التسجيل ليست عملية خلينا نسأل على التسجيل، كيف نقنع المواطن بالتسجيل تمهيدا للمشاركة؟ طيب خلينا نأخذ الشق الثاني من الواقع، المشاركة ولا التسجيل؟ لا، الدعوة للمقاطعة. هل الدعوة للمقاطعة وتحريض الناس عن المقاطعة ووضع ملصقات ببعض المرافق أنه قاطع ومانع، هل هو دستوريا جائز؟ الحكومة تقول أنه غير دستوري جائز. شوف المقاطعة لشو؟ أنا مقاطعة انتخابات. أنا فهمان عليك. نعم أنا ممكن الدولة الأردنية تمد مي لواحد يعني مع الاحترام مصري وتمد كهرباء لواحد عراقي، بس ما بتعطيه بطاقة اقتراع أو بطاقة انتخاب. هذا حق دستوري ملتصق بالمواطنة. مين يعني من الذي يريد يتخلى عن مواطنيته مشان ما يروحش ويأخذ بطاقته الانتخابية؟ هذه سمة من سمات المواطنة. وكما قلنا قبل قليل، هناك علاقة متميزة بين الدولة وبين المواطن. أول حاجة هو عليه أن يقبل على الانتخابات بغض النظر عن سلبيات القانون. نحن في مرحلة ما قبل الانتخابات، مرحلة التسجيل، أنا شخصيا رحت أخذت بطاقة التسجيل، هذا حقي. ألا يمكن تخلى عن الحق الدستوري ولا بتخلى عن حق مواطني؟ هل التحريض معالي دكتور؟ هل التحريض على مخالف المقاطعة؟ ما هو أنا بقول كمان المقصر هم الطرف الآخر. طيب. الذين يدعون للمقاطعة ناس منظمين مرتبين لهم مبرراتهم. دكتور دستوريا ما بدي منظمين مش منظمين عندهم سيارات حلوة أو لا أو بقدموا مناسف طيبة. لا طيب هل هو مخالفة دستورية ولا لا؟ لا شو مخالفة دستورية؟ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. في شيء أخلاقي وفي شيء قانوني إذا أمرت يعني. قانوني دعوة المقاطعة. الأخلاقي أنا طيب على دستور الدولة والانتخابات موجهة للدولة للارتقاء فيها من مرحلة إلى أخرى والوصول للحكومات البرلمانية. هلا من يقاطع يعني قد يكون هناك نوع من المس قانوني ولا دستوري، لكن ليس جريمة، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. بعض الأقطار تنص على ذلك، احنا عندنا معنا نص بعض الموضوع. لا شكرا معي دكتور. بعد فاصل أعزائي المشاهدين، عودة لأسئلتنا مع معالي الأستاذ أحمد أودية، ابقوا معنا.